تتوفر في الأسواق نودل بنكهة الفلفل الأخضر الخام راو تشيلي، وهو محفوظ في كيس شفاف إلى جانب كيس بهار النودل. هذا الكيس الأخضر الغامق يمثل الزيت بنكهة الفلفل الأخضر الخام، ولا يختلف كثيراً عن معجون الفلفل الأخضر الذي قمنا بتحضيره في حلقة سابقة. الفرق أن الفلفل الأخضر والمطيبات الأخرى تم تجفيفها وسحقها كالبودرة ثم طبخها في زيت السمسم. كما تتوفر كذلك نسخة من معجون الفلفل الأحمر ذو التتبيلة الحارة. في هذه الحلقة سنقوم بعمل نودل جاهز بنكهة الفلفل الأخضر المتوفر في الأسواق بطريقتين، إما بطريقة نودل المقلية أو طريقة السوب على غرار تحضير حساء النودل في حلقات سابقة. لتحضير النودل المقلية أحتاج بالإضافة إلى البهارات والتوابل المرافقة في كيس النودل إلى عود من البصل الأخضر، روبيان طازج قمت بتتبيله بالملح والفلفل فقط، وهذا يمثل البروتين للطبق، فول سوداني يمثل الزينة الشائعة على وجه أطباق النودل في المطبخ الآسيوي بالإضافة إلى أوراق البصل الأخضر. أقوم بتقطيع البصل الأخضر، وأخذت الجزء الأسفل من البصل لأنه مركز في النكهة أكثر، وتركت بعض من أوراق الجزء العلوي للزينة. أضع البصل الأخضر المقطع في إناء الخلط، أفرغ محتوى كيس الزيت بنكهة الفلفل الأخضر، كما أفرغ أيضا محتوى كيس البهار. أخلط المكونات السابقة ثم أضعها جانبا. أقوم بسلق النودل في ماء مغلي مدة دقيقة أو أكثر، ثم أصفيه من ماء السلق. ومباشرة أسقط النودل الساخن في قالب الخلط السابق وأقلبها لتختلط مع المكونات. أقلي الروبيان في زيت ساخن مدة دقيقتين، ثم أرفعها، وفي نفس المقلاة أقوم بتحميص الفول السوداني. أضع الروبيان المقلي على وجه طبق النودل مع أوراق من البصل الأخضر والفول السوداني المحمص، وهذه طريقة النودل المقلية بنكهة الفلفل الأخضر. أما عند تحضير النودل بنكهة الفلفل الأخضر على طريقة السوب، فقد سبق أن قمت بتحضير حساء النودل بعدة وصفات في قائمة أطباق النودل، لذلك سوف تحاكي نفس الطريقة وتستغني عن بهار النودل الجاهز إن شئت، أو تضيفه إلى الوصفة كما تحب. لنقوم بتحضير حساء النودل أولا. أضع مقدار
كوب من الماء في القدر. اخترت من المطيبات البصل الاخضر، الجزء السفلي من الساق لان الرائحة تتركز فيها اكثر، اما الجزء الاخضر العلوي فاجعلها زينة على وجه الطبق. كذلك اضع بعض من شرائح البصل والزنجبيل وهي ايضا من المطيبات. من المطيبات ايضا الثوم، وقطع الفص الى شرائح. اضع شرائح لحم الدجاج واضع القدر على النار وانتظر حتى تنضج شرائح الدجاج وتكتسب المرق نكهة المطيبات. اثناء ذلك اقطع الخضروات التي اريد اضافتها كالجزر والفلفل الحلو واوراق البصل الاخضر. وبعد نضج الدجاج أتخلص من المطيبات السابقة وهي البصل والزنجبيل والبصل الأخضر. أتبل المرق بملعقة طعام من صوص المحار والخل الأبيض، وتتوفر في الأسواق الصوصات الأسيوية كالمحار والفيش صوص والصويا صوص خالية من مادة معزز النكهة MSG، مع رشة من الملح والفلفل الأسود وبهار النودل المرافق في كيس النودل انشر. وضع ملعقة شاي من كاتشب مانيس تعطي لون غامق للمرق وشيء من الحلاوة الخفيفة. كذلك أضع من التوابل معجون الفلفل الأخضر، وقد سبق أن قمت بإعداده في حلقة سابقة. يمكنك استبدال معجون الفلفل الأخضر بمعجون الفلفل الأحمر. التتبيلة الحارة وقد سبق أن قمت إعداده أيضا في حلقة سابقة، ولكل نكهته المميزة. يمكنك استبدال المعجونين بالزيت الأخضر أو الزيت الأحمر المرافق في كيس النودل. ثم أضيف الخضروات كالفلفل الحلو والجزر والفطر. أتذوق الطعم إن كان يحتاج إلى بعض الملح. حساء النودل نكهة الفلفل الأخضر جاهزة. أصبها على النودل الذي تم سلقه وأزين الوجه بأوراق البصل الأخضر والفول السوداني المحمص. في القناة أطباق حضرت من الفلفل الأخضر الخام راو تشيلي، ومثلها من الفواكه الخامة كالمانجا الأخضر. أدخل إلى القناة وتعرف على المزيد من الوصفات.